لمناقشة مدى استقلال القضاء في مصر عن القرار السياسي ودوره في إرساء العدالة. أرحب بضيفي في الاستوديو سيادة المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاء من أجل مصر. أرحب بك معنا سيادة المستشار. إلى أي مدى كان السيسي محقا عندما قال أنه ينأى بنفسه عن التأثير على السلطة القضائية؟ لا، هو في الواقع بصراحة يعني السيسي انتهك تماما من السلطة القضائية منذ قيامه بالانقلاب العسكري في مصر، ويمكن هذا الانتهاك زاد بعد وصوله إلى سدة الحكم بطريقة غير شرعية. خلينا نقول أن إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة خصوم السيسي السياسيين بتهمة الإرهاب ده يعد انتهاك صارخ لاستقلال السلطة القضائية وتدخل في شؤونها. لما نقول ان مستشار بقيمه وقامه المستشار محمود الخضيري في السجن بقاله 3 سنوات علشان رايه الحر المستقل المعارض لعبد الفتاح السيسي، نقدر نقول ان السلطه القضائيه مش مستقل. مستشار حسن نجار رئيس استئناف القاهره بقاله في السجن 2 سنين عشان كان ليه راي سياسي مخالف لعبد الفتاح السيسي، مش ممكن تكون دي سلطه قضائيه. تاريخ كبير في القضاء زي المستشار زكريا عبد العزيز، لما نقول ان هو دلوقتي خارج السلطه القضائيه لا يمكن أن تكون السلطة القضائية مستقل. لما السيسي يصدر قرارات جمهورية بعزل ما يقرب من 100 قاضي منذ الانقلاب العسكري وحتى هذه اللحظة، مش ممكن نقول أن دي سلطة مستقلة. على الأقل يكفي هذه الأمثلة التي سأخذها من حضرتك وأعرضها على ضيفي عبر الهاتف من القاهرة السيد أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. إذن سيد عبد الحفيظ أرحب بك. طبعا السيسي يتحدث على أن السلطة التنفيذية بعيدة كل البعد عن التدخل في السلطة القضائية. المستشار وليد شرابي يتحدث عن عدة شواهد تؤكد أن السلطة القضائية أصبحت وكأنها مطية للسلطة التنفيذية وخصوصا الرئاسة، ما رأيك في ذلك؟ لا طبعا غير صحيح. المشكلة عندنا في النخبة المصرية عموما وعلى رأسهم القضاء ان هم فاهمين موضوع استقلال القضاء فهم يعني لا وجود له في اي بلد في العالم. استقلال القضاء ده مصطلح معناه ان القضاء مستقل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. بما ان السلطه التشريعيه عندنا ضعيفه فاستقلال القضاء بيبقى ناقص بشكل طبيعي، لانه السلطه التشريعيه عندنا مش على ذات قوه السلطه التنفيذيه، وده موضوع طويل. لكن القضاء في جميع الاحوال وفي جميع النظم بيدعم جزء من النظام السياسي وبيدعمه، لانه القضاء عندنا برضه احنا فاهمين ان القضاء ده القاضي اللي على المنصه. القضاء الحقيقة منظومة للعدالة آخرها القاضي اللي على المنصة وليس أولها، من أول القبض على متهم لمنظومة التحقيق لمنظومة الأدلة، كل هذا في منظومة قضائية. المنظومة دي عندنا مختلة وليست على ما يرام بشكل كبير طول الوقت، يعني لحين ما تنصلح المنظومة دي ويبقى عندنا قدرة على ان يبقى عندنا منظومة حقيقية هتفضل في وجوه كثيرة من الخلل في لعلي انا لم اوضح سؤالي بشكل صحيح يا استاذ احمد. السلطة التنفيذية في مصر والرئاسة أثرت بشكل أو آخر على السلطة القضائية وعلى القضاء أو على قضايا بعينها خلال الفترة الماضية أو تحديدا خلال حكم السيسي، نعم أم لا؟ لا ما أثرتش. التأثير موجود ولكن ليس من الرئاسة بشكل مباشر. من الجو العام في المجتمع ومن الجو العام المحيط بالسلطة القضائية من 25 يناير. طيب يعني اما نجد كل الذين كانت لهم وقفه ما او يتحدثون عن استقلال القضاء اما في السجون والمعتقلات او اما عزلوا من مناصبهم او رفضوا، اليس هذا يؤكد ان السلطه الحاليه اتخذت موقف من مجموعه من القضاء او جزء من القضاء بسبب مواقف سياسيه ما؟ على اي حال انا ساخذ هذا الكلام ايضا واذهب الى ضيف اخر ينضم الينا عبر الهاتف وهو سياده المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق. أهلا بك معنا سيادة المستشار. أهلا بك. نعم.
سيادة المستشار السيد أحمد عبد الحفيظ بيقول لك لا، السلطة التنفيذية في مصر لم تؤثر بشكل أو بآخر على السلطة القضائية، والسلطة القضائية لو في تأثير عليها ده بسبب السياق العام والجو العام في مصر. ما رأيك في هذا الكلام؟ لا شك أن هناك فارق كبير جدا بين السلطة القضائية قبل 30/6 وبعد 30/6. عندما يصادر القاضي حق الدفاع للمتهمين ويقضي بإعدام المئات دون أن يتسبب حتى من حضورهم، ما الذي يدفع القاضي إلى الإقدام على هذا الجرم؟ هذه الجريمة لا تسقط بالتقاضي طبقا للدستور. عندما يبني القاضي حكمه على التحريات، ومن أولى المسائل التي يتعلمها القاضي منذ أن يلتحق بالنيابة العامة أن التحريات لا تصلح دليلا على المتهم، وأنها لا تعبر إلا عن عقيدة مجريها، فكيف له بعد هذا السن الطويل، السنوات الطويلة التي قضاها في القضاء، ثم يقضي بإعدام 149 متهم في قضية واحدة؟ تقول محكمة النقض أن المحكمة لم تحط عن بصر وبصيرة بالدعوة، وأنها عاقبت متهمين في الجرائم لم يرتكبوها، وأنها بنت وأسست حكمها على التحريات، وهذا لا يجوز. لماذا تقدم الدائرة بأكبرها، لماذا تقدم الدائرة على هذا الجرم؟ عندما يصدر القاضي منفردا حكما بإعدام 7 منفردا، التوقيع على مسدد الحكم من قاضي فرد، وهذا لا يجوز، لأن الإعدام لا بد من إجماع القضاة الثلاثة. طيب، لأن قاضي واحد اعترض لا يصدر الحكم بإعدام. عفوا سيادة الوزير على المقاطعة، لكن ما دخل ما ذكرته من أمثلة على أن السلطة التنفيذية في مصر أو الرئاسة بشكل أو بآخر تتدخل وتؤثر على السلطة القضائية، يعني حتى نفهم كيف تؤثر؟ يعني أين أثرت في كل هذه الأمثلة التي ذكرتها؟ يعني ممكن يكون ده توجه قضائي ما، عداء ما بشكل أو بآخر، إشكالية داخل القضاء وداخل المنظومة القضائية ليست لها علاقة بالسلطة التنفيذية يعني. ليست إشكالية داخل القضاء أبدا. نعم. لأن القاضي الذي يصدر هذا الحكم هو يعلم تماما أنه لا يجوز له أن يصادر حق الدفاع، هذا الدائر القانون. إزاي؟ فلماذا أقدم على مصادرة حق الدفاع؟ إلا أن يكون سياقا للنظام القائم. لماذا يبني الحكم على التحريات وهذا لا يجوز؟ طيب. من المسائل البديهية التي يتعلمها منذ أن يلتحق بالقضاء. طيب، يعني أنت ترى أن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في دار القضاء العالي، وهو يقول أنه ينأى بنفسه وبالسلطة التنفيذية أن تؤثر على السلطة القضائية، ترى أن هذا الكلام غير حقيقي على أرض الواقع؟ غير حقيقي بالمرة، كما قال من قبل أن مصر تشهد حريات غير مسبوقة. الكلام كثير، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فالقصة ليست كلاما، العدالة هذه شهادة تصدر من المتقاضين وليس من القضاء. عندما أستطيع أن أصل إلى حقي في اليسر وتهيلة، عندما أستطيع أشعر بعدل القاضي وحياد القاضي واستقلاله، هنا أقول أن هذه عدالة. نعم، شكرا. شكرا جزيلا سيادة المستشار، وأسف لضيق الوقت. سيادة المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. عودة لضيفي بالاستوديو سيادة المستشار وليد شرابي. سيادة المستشار، فيما يخص انحياز جزء من القضاء للسلطة التنفيذية في مصر الآن، لعل البعض يقول أنه من وجهة نظرهم قامت ثورة والقضاء دعم هذه الثورة، ثورة الشعب المصري، كما فعل مجموعة من القضاء إبان ثورة 25 من يناير، يعني هذه كتلك كما يقولون. لا، يعني هي ثورة 25 يناير للأسف أول ما اصطدمت بالسلطة القضائية، السلطة القضائية قضت على ثورة 25 يناير وعلى كل مكتسباتها. احنا لما نلاقي الرموز الثورية في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها حضرتك دلوقتي من كل الطيارات،
موجودة داخل السجون بقرارات من مين ولا بأحكام من مين؟ بأحكام من السلطة القضائية. ثورة 25 يناير أول ما اصطدمت اصطدمت السلطة القضائية، كل الأحكام اللي هي صدرت والقرارات اللي صدرت لصالح مبارك ورموزه بالبراءات وبإخلاء السبيل وبتخفيض الغرامات كلها صدر من السلطة القضائية. السلطة القضائية كانت في عداء صريح مع 25 يناير. طيب لماذا تماهت السلطة القضائية إذا صح ما تقوله مع نظام بعد 30 من يونيو وقبله للحقيقة حتى قبل ثورة 25 يناير مع نظام مبارك؟ ما سبب في ذلك يعني؟ هو تأسيس منظومة الفساد. يعني الحكم العسكري اللي موجود في مصر بقاله 60 سنة للأسف الشديد رسخ الفساد داخل السلطة القضائية بشكل كبير جدا. يعني النهاردة حتى يعني من ضمن الحاجات اللي كانت مسيئة جدا داخل الاجتماع النهاردة، النهاردة عبد الفتاح السيسي وبيقول احنا هنوقف دقيقة حداد، وهو داخل السلطة القضائية، وهو داخل بيت السلطة القضائية، المفروض اما يقف دي حداد واول حاجه يقولها ايه؟ يقول القضاء. يعني احنا لكن هو عارف ان في ثوره قادمه وفي غضب شعبي واحتقان قادم، فابتدى بالجيش الشرطه والشرطه ثم القضاء. ده للاسف يعني بروتوكوليا حاجه مسيئه جدا احمد جمال الدين رئيس للقضاء المجلس الاعلى للقضاء ذكره بالشعب لكن هو ما خدش باله. احمد جمال الدين احرجه احراج شديد جدا لما ذكره بالشعب والسيسي تجاهل هذا الشعب. فأنا بقول لحضرتك لا طبعا يعني طيب العروس كنت على الأخير إلى أي مدى أو إلى متى ستظل السلطة القضائية داعمة للسلطة التنفيذية في مصر سواء كانت رئاسة أو جيش أو شرطة؟ العناصر الصالحة اللي خرجت من السلطة القضائية لابد أن هي تعود إليها، ولابد من تطهير السلطة القضائية من أعداد كبيرة فاسدة موجودة داخل السلطة القضائية والقضاء على رموز الفساد الموجودة داخل السلطة القضائية وإبعادهم عن منصات المحاكم حتى يعني يمكن لهذه الثورة أن تنتصر بإذن الله. وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاء من أجل مصر، أشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار. شكرا. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، وبعد الفاصل في الشأن المصري أيضا نتابع دلالات نتائج انتخابات حزب الوسط وقراءة في دور الأحزاب الإسلامية في الحراك السياسي المصري. ابقوا معنا.